للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، بعد تحية، وكما نتابع أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مصر بتواصل الجهود المستمرة لوقف هذه الحرب وإغاثة الشعب الفلسطيني، قراءتك لهذه الجهود؟ هو طبعا في البداية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. جهود مصرية بتبذلها من يوم 7 أكتوبر حتى اليوم. مصر، القضية الفلسطينية هي في قلب وعقل الدولة المصرية. مصر تعي جيدا خطورة ما يحدث في قطاع غزة وما تنفذه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي. منذ اليوم الأول طبعا كان هناك دور مهم جدا للدولة المصرية أنها نشدت كل دول العالم للتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية والعمل على دخول المساعدات بشكل مباشر إلى قطاع غزة، وده اللي شاهده العالم ككل وشاهده أيضا زعماء من دول العالم. يعني احنا وجدنا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يقف على باب المعبر للعمل على دخول المساعدات، ولكن كان هناك طبعا في البداية إعاقة من الجانب الإسرائيلي، إلا أن الضغط المصري على المجتمع الدولي استطاع أن هو تفرض مصر رؤيتها وتفرض مصر سيطرتها ويتم إدخال المساعدات وإلى قطاع غزة، وخاصة المساعدات الغذائية والدوائية والإسعافية. كما استطاعت مصر على الجانب الآخر أنها تستقبل عدد كبير من المصابين وعالجهم داخل الدولة المصرية وإقامة المعسكرات داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة. ده سؤالي لحضرتك أستاذ جميل، أنه بالفعل المساعدات متواصلة، يعني مطار العريش الدولي وصل استقبال المساعدات الدولية، إضافة طبعا إلى معبر رفح بيفتح أبوابه بشكل يومي لاستقبال المصابين وعبور هذه المساعدات الإنسانية. كيف ترى هذه الجهود المصرية المستمرة، سواء من خلال الحفاظ على يعني حل هذه القضية الفلسطينية، وعلى الجانب الآخر أيضا إغاثة الشعب الفلسطيني من خلال المساعدات المستمرة التي لم تتوقف يوما؟ هو بالطبع المساعدات، استطاعت الدولة أنها تنفذ المساعدات، وإن كان هناك كميات قليلة بتدخل نظرا للإعاقة الإسرائيلية، كانت مصر مع تحالف أيضا مع دولة الإمارات العرب دولة الإمارات وفرنسا، وتم إسقاط المساعدات من خلال الجو. على الجانب الآخر مصر بتسعى بشكل مستمر لإيقاف العمليات العسكرية والعمل على حل القضية الفلسطينية. لهذا السبب نجد أن مصر كان ليها دور مهم جدا في قمة السلام التي عقدت في القاهرة في شهر أكتوبر الماضي، ثم بعد ذلك لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة وزعماء العالم، وكان هناك إشادات دائمة من قادة العالم ومن كل رؤساء العالم بالدور المصري ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على وقف العمليات العسكرية والتهدئة. مصر كان ليها موقف واضح وصريح وهو حل القضية الفلسطينية، ويجب حل القضية الفلسطينية من أجل إحلال السلام في المنطقة، لأنه لن يكون هناك سلام ولن يكون هناك استقرار إلا بحل القضية الفلسطينية بشكل مباشر. وهو ده كان اللي استطاعت مصر أيضا أنها تغير وجهة النظر العالمية تجاه ما يحدث في قطاع غزة. كان أغلب دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي تؤكد على أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بعد يوم 7 أكتوبر، إلا أن مصر وضحت أن ما يحدث في قطاع غزة هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، محاولة للتهجير القسري، حالة إبادة جماعية بتتم على الأرض. لهذا السبب نجد أن المواقف الدولية والمواقف العالمية تغيرت بشكل كبير. نجد أن المجلس الأمن أصدر قراره بوقف العمليات العسكرية أو الوصول إلى هدنة خلال شهر رمضان، ولأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية لا تستخدم حق الفيتو في هذا القرار. إذن كان هناك رؤية واضحة من دول العالم بناء على ما تم إيصاله بشكل سليم من قبل الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية والموقف المصري الثابت بالتأكيد. أشكرك جزيل الشكر أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.